صباح الخير رندا، وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من منطقة إعراج الأمير، هذه المنطقة اللي بتتربع على سلسلة من التلال الطبيعية، وهي منطقة دائمة الخضرة، تكثر فيها عيون وينابيع المياه الجوفية، تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناخها الفريد وتنوع في التضاريس. يوجد فيها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية، بتشتهر بزراعة التين والزيتون والرمان وغاباتها الحرجية وأشجارها المعمرة. يوجد فيها العديد من المعالم المميزة. طبعا مشاهدين، لحتى نتعرف أكثر على القطاع الزراعي وأهم ما يميز منطقة إعراج الأمير، حكون معنا المهندس سامي المهرات، وهو مهندس زراعي من أبناء هذه المنطقة الرائعة والجميلة. مهندس، أقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم في إعراج الأمير، بلدكم ومنطقتكم المضيافة إن شاء الله. حياكم الله. مهندس، يعني إحنا بنعرف أن هذه المنطقة بتمتاز بالتين الزراقي، في الرمان، الزيتون، العديد من المعالم المميزة الزراعية وغير الزراعية، عبين تعرفنا عليها أكثر. حياكم الله. تمتاز منطقة إعراج الأمير بزراعاتها التقليدية إجمالا اللي ورثناها من الأجداد، فمعظم زراعاتها شجرية بالقرب من المياه كالتين والزيتون والرمان، وتمتاز إعراج الأمير بصنف التين الزراقي اللي أخذ مساحات واسعة من الزراعات في إعراج الأمير على حساب أصناف التين الأخرى، وفي هناك أصناف من الرمان المميزة بإعراج الأمير كالفرنجي وجواد بيك ورمان الأسود الموجود بمنطقة إعراج الأمير، والحمد لله وضع الزراعي ممتاز. تأخر علينا موسم التين السنة هاي بسبب الظروف الجوية الحمد لله، وإن شاء الله أمورنا تمام والوضع الحمد لله مستتب. طيب مهندس، حابين تعرفنا أكثر على أهم ما يميز هذه المنطقة من طبيعة، من بيئة، من تنوع في المنتج السياحي الأثري والطبيعي والديني. بسم الله، إعراج الأمير تمتاز أيضا بمناخ غريب شيئا ما عن باقي المناطق الأخرى، ففيها أربع أجواء والحمد لله. فعندنا ما شاء الله في المنطقة عدة يعني روافد لموضوع الزراعة أو وإرث تاريخي من الشجر الموجود بالمنطقة، فعندنا تقريبا بحدود 30-40 شجرة معمرة أعمارها فوق 1000 سنة ومعروفة ومذكورة بالتاريخ ومذكورة بالمؤرخين والرحالة ذكروها بالمنطقة، مثلها مثل على سبيل المثال خروبة السرو وبلوطة الشيخ نصير وبلوطة البيطار وشجرة الخليلي ونخلة الهلالي. هذول الأشجار عمرها يعني ضارب بالتاريخ، فهي معالم سياحية دينية. مثلا شجرة الشيخ نصير معلم لمقام ولي الشيخ نصير بإعراج الأمير، وكما أنه تمتاز إعراج الأمير بزراعاتها الشجرية القريبة من المياه بالتحديد، والحمد لله الوضع صار أحسن من ما كنا عليه بالسابق، قنوات الماء الجديدة والدخولنا على عالم الزراعة الحديث نشطنا إن شاء الله والحمد لله الوضع تمام. شكرا لك مهندس، صباحك سعيد. شكرا لك، كل احترام، اهلا وسهلا. المشاهدين، راح يكون معنا الان معزبنا ابو عيسى عبد الله الزواتين، وهو من ابناء المجتمع المحلي اللي قاموا بالعديد من الاعمال والمشاريع الاستثماريه لتشجيع السياحه في هذه المنطقه وتوفير العديد من المرافق والخدمات لابناء المجتمع المحلي. ابو عيسى، نقول لك صباح الخير، يعطيك العافيه. يا صباح الورد، وحيا الله برنامج يوم جديد وامل جديد على الوطن، كل اهلا وترحيب. نعم، حابين تحكي لنا شو دور المجتمع المحلي متمثلا بحضر والعديد من أبناء المنطقة في خدمة الواقع السياحي، المدينة الأثرية، المعالم السياحية الموجودة، وتنشيط الحركة السياحية داخل هذا الموقع؟ أستاذ أحمد، زي ما بتعرف حضرتك وكل المشاهدين أنه دائما أي عمل ناجح بيكون عبارة عن مجموعة تعاون من الجميع، فلذلك احنا تعاوننا احنا وكوادر الحكومة ممثلة بالأمانة والأشغال العامة ووزارة السياحة والأثار والتلفزيون الأردني لإنجاح مشروع
اقليم عراق الامير السياحي اللي يعني هذا حديقه عمان الخلفيه، والله حبانا بطبيعه خلابه ومواقع اثريه زاخره في هذا في هذه المنطقه، ومنها كهف السيد المسيح ومنها الصيدليه ومنها قصر عراق للعبد. فلذلك احنا عندنا كنوز يجب استثمارها، ويعني لازم نساهم بعجله تنميه هذا البلد. نعم، تحكينا عن اعداد الزوار والسياح للمنطقه. والله شوف احنا الان زي ما تشوف انت عندنا مشاريع صغيره اللي هي مشاريع زي ما تقول المنتزهات والاستراحات، والان ماشيين بتطويرها، يعني قاعد نسوي جذب يعني، ومنها منتزه نبع شلال العراق اللي احنا موجودين فيه. فلذلك احنا قاعدين نسوي جذب هسه حاليا للسياح، وان شاء الله احنا عندنا امل وتفاؤل باذن الله انه سنه 2021 يكون عدد السياح عراق الامير بالسنه ما يقارب ال 200 الف زائر من داخل الاردن، ومن خارج الاردن ان شاء الله يعني نتوقع بال 50 الف باذن الله. طيب احنا بنحكي يعني هذا المشروع السياحي بيساهم بتوجيه وجود مرافق خدمات للسياح، لانه اي سائح او زائر بحب يجي على المنطقه يتعرف عليه اكثر، يتعرف على عاداتها وتقاليدها ماكولاتها الشعبيه. كمان هذا المشروع اقليم عراق الامير التنموي السياحي بيساهم بوجود شوارع مميزة، حدائق مميزة، وأيضا ممكن يكون في مركز زوار خاص في هذه المنطقة. تحكينا كيف راح تساهم هذه المشاريع في إطالة إقامة السائح والزائر للمنطقة، وأيضا الترويج لهذه المنطقة سياحيا. طبعا البيئة السياحية دائما وأبدا إذا كانت متوفرة الإمكانيات هي عبارة عن بيئة صالحة لأي سائح، فلذلك يعني من الأكيد والمتوقع أنه توفير المرافق الخدمية والمرافق الصحية والنزل والمبيت للسياح الأجانب والمنتزهات والحدائق أكيد راح يساهم بشكل ملحوظ برفع اعداد السياح بالمنطقه، ويعني رضاهم عن الخدمات الموجوده بالمنطقه. احنا بجزء بدايه او نصف شهر 7، كيف كانت الحركه السياحيه والزوار؟ والله شوف احنا يعني جزء احنا متاثرين اقليميا يعني باللي صار حوالينا، ولكن احنا الحمد لله بفضل الله الاردن امن وامان، ولغايه الان السياحه يعني جيده ونقدر نقول جيده جدا. طيب السياحه الداخليه؟ السياحه الداخليه اكيد ممتازه، لانه الشعب الاردني يعني بتعرف انت في عندهم ايام العطل بيحبوا الواحد هو عائلته يطلع ويتنزه ويشم هواء، فلذلك يعني احنا برضو بنشجعهم كمان. شكرا لك، صباحك سعيد. طبعا مشاهدين راح ننتقل الان للفنان محمود سكارنا، وهو من ابناء هذه المنطقه، لحتى نتعرف عليه ونتعرف على موهبته الفنيه واللي راح يرافقنا اليوم في مشوارنا الصباحي في منطقه عراق الامير. نقول لك صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح الخير عليك وعلى وطننا الجميل. نعم، حابين تعرفنا هيك شوي على موهبتك، كيف تعلمت العود، تحكي لنا عن اللون اللي بتغنيه، وتحكي لنا ايضا انه كيف بتعكس تراث وحضاره وعراقه هذه المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا تقريبا وانا عندي 13 سنه وانا هوايتي العود، بلشت اتعلم طبعا سماعي، بعد ما تمكنت من عزفي على العود بلشت اشارك بالحفلات، والحمد لله رب العالمين يعني في لي جمهوري وبشتغل يعني بالحفلات، لكن ما في يعني فرصة يعني الواحد يعني يشتغل على مستوى عالي. طيب شو بدك تسمعنا اليوم؟ راح اسمعك شيء من الشيء تراثي من الشيء اللي قدموه أجدادنا من قبل. نعم. طيب طبعا مشاهدينا اليوم كنا معكم على الهواء مباشرة من منطقة عراق الأمير، هذه المنطقة الرائعة الجميلة المميزة، هذه المنطقة بكل ما فيها من أهليها الطيبين الكرام الأصيلين، بكل ما فيها من معالم أثرية تاريخية، بكل ما فيها من طبيعة خلابة، بكل ما فيها من ينابيع وشلالات، بكل ما فيها من خيرات طبيعة. راح نخليكم الآن مع الفنان محمود سكارنا من أبناء المنطقة مع هذه النغمات المميزة الصباحية على آلة العود، ونقول لكم صباحكم سعيد مرة أخرى من منطقة عراق الأمير. ويسير